أيها الإخوة، إن الله عز وجل لم يخلق الإنسان عبثا. الله عز وجل خلقنا لحكمة. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت أيها الأخ إذا ما قمت بحق الله عز وجل في العبادة فإنك تكون قد حققت الحكمة التي من أجلها خلقت. وإذا فرطت في مثل هذا فإنك تكون قد فرطت في أصل الحكمة التي من أجلها خلقك الله عز وجل. الله عز وجل يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. تعالى الله عز وجل أيها الإخوة أن يخلق شيئا عبثا. تعالى الله عز وجل أن